مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير. العراق يمر بضائقة مالية غير مسبوقة، لأنه الضائقة المالية اللي مرينا بها مثلا بالتسعينات كانت بسبب حصار اقتصادي. اليوم ما علينا حصار اقتصادي، ولكننا نمر بضائقة مالية كبيرة جدا. وجرت العادة أبو البيت من يمر بضائقة مالية يقلل مصرفه على أن لا يمس المتطلبات الأساسية. يعني ما يصير أبو البيت يدخن باليوم 4 باكيتات سجاير يبقيهن ال4 باكيتات سجاير ويقلل قوطية حليب من طفل من أطفاله. لا، المنطق يقول يقلل باكيتات السجاير باكيتة وباكيتين حتى يوفر ثمن لشراء القوطية مع الحليب. بالعراق العملية معكوسة، أولياء أمورنا بالعراق عكس ذلك تماما، يقللون من لقمتنا ومن رواتبنا حتى يمشون امتيازاتهم وأمورهم، وعلى حسابي أنا وعلى حساب هاللحية هاي وعلى حساب المواطن الفقير. فإحنا من كان النفط بسعر 150 دولار أو أقل أو أكثر بشوية، ما كنا ندور دفاتر عتق وياكم انه هذا ليش وذاك ليش وهذا ليش، لان كانت الفلياسات مكفيه لكم والفتات النا، الفتات النا. اليوم مو قلت اسعار النفط وقلت الفلياسات، بديتم تاخذون تردون من الفتات مالتنا جزء او اجزاء حتى تلموهن حتى تمشون اموركم، وهذا غير مسموح به ولن نسمح به ولن يسمح به الإعلام الشريف. وأقول هنا الإعلام الشريف والعاقل يفهم، ما راح نسمح بهذا الشيء. راح نظل طول عمرنا هو احنا شعدنا عندنا غير هذا الميز وهاي الشاشة وهاي القعدة، ما عندنا غيرهن، ترى ما عندنا غيرهن، وهالكاميرات وهالوجوه الطيبة هاي اللي خلف الكواليس قاعد تساعدنا، ومن خلفنا رب العالمين جميعا. فما راح نسكت، وكل شوية أنطلكم بسالفة على الموازنة إلى أن تعتدلون. فإذا ما اعتدلتم راح تحل عليكم لعنة الشعب العراقي. والشعب العراقي ولاد، ترى لا تظنون أنتم آخر المطاف، لا، أنتم مرحلة انتقالية وستنتهي، ولكن مثل ما يقولون خل تنتهي وكل واحد يذكر صاحبه بخير، مو نتذكركم انه انتم سبب في تجويعنا. واذا سكتنا بالفترة اللي امتدت من 14 الى 17 عن القطوعات اللي قطعتوها مال المتقاعدين ومال الموظفين، هاي 3.8%، فسكتنا لأنه كان الوضع نوعا ما مقبول، لأنه كانت حرب عندنا ويا داعش، وكنا حائرين بالنازحين وبالمهجرين وبالهذا وبالحرب تكلفة الحرب، فسكتنا بلعناها. بس اليوم ما عندكم شيء، لا عندكم داعش وتحاربوا، واسعار النفط الآن قبل لا أدخل الاستوديو وصلت لل60 دولار، على أي أساس حاطيها بالموازنة 42؟ هسه يجوز يطلع لي واحد ينط من هال 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 اللي تعرفوهم انتو ربعكم، يقول لي انت معلوماتك غير دقيقة، رفعنا سعر الموازنة، غيرنا سعر النفط موازنة. اقولكم الحكي حكي مبدأ، انا ما احكي على معلومات حتى تطلع لي تصيد لي الكلمة، صيد وقطع وطلع وش تسوي سوي، انا احكي عن مبدأ. المبدأ عوج، هسه يجوز اغلط برقم نعم، لكن ما اغلط بالمبدأ اللي هو قمت تدورون الفتات هم تلملمونهن شوية 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 حتى تسوون بهن شيء لكم، على حسابي أنا، على حساب هاللحية وعلى حساب هالشعب هذا. واحدة من أسباب استنزاف ميزانية الدولة على الخالي بلاش هي مسألة السفارات والبعثات الدبلوماسية.
يرحم ابهاتكم. انا وجنوب افريقيا كجا مرحبا، انا وهايتي كجا مرحبا، عطي لي بعثات بيه هندن الدول. هم اكرر يطلع لي واحد ويقول لي لا هذا المقدم كذاب، هذا المقدم معلوماته خاطئه، احنا ما عدنا بهايتي. اقول لك انا جبت مثال عليك يا الله، انا رجال برنامج جماهيري، هذا حكيت حكايه، ما عندك بهايتي تطلع لك بدوله العن من هايتي. لكنه بتقول لي عندي سفاره بالاردن، اقول لك ايه عندك اكثر من 50,000 عراقي بالاردن حسب اخر الاحصاءات وصلوا للملايين. من تقول لي عندي سفاره بالامارات، اقول لك اي حقك، اكو جاليه عراقيه، اكو مصالح بيننا وبين الامارات، اكو مصالح بيننا وبين الاردن، الاردن جيران، عندنا مصالح وياهم، بلد عربي وجيران. بس ما تروح لي للفاتيكان وتحط لي سفير، لا والله صعبه ترى، ترى ما تنبلع يعني، حتى اذا اريد اشرب وراها هذا المي ما ابلعها. ماشي، فهذا الموضوع أرجوكم أن تعيدون النظر به، لأنه صارت بلا ملح، صارت عبارة عن فلان نريد نرضي فلان حزب ونرضي فلان حزب ونرضي فلان حزب على حسابي أنا، وتحجون على البعثيين الصدامين، نظام صدام. والله صدام كان إذا مو بعثي وإذا مو بالمخابرات ما يستب بسفارة الموظف. لعد هسه منو الموجودين بالسفارات؟ تكنقراط، دكاترة بالعلاقات الخارجية، لو أحزاب، والسفارات أطب لها أنا أرد أسوي لي معاملة ما حد يستقبلني، لو أظل مهمل، لو أظل ما أعرف إيش، وقدامي أنا لازم سراي يجي فلان، أنا من طرف فلان واخذ المعامله، وانا من طرف علان ويسلم عليك ابو فلان ويسلم عليك ابو فلتان وانا واقف. فكافي عيب يعني، ما اخذين فلوسكم من 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 دمي وما تقدموا لي خدمه، واذا اريد اروح اريد اسوي لي معامله ادفع رسم، تروح ادفع رسم، روح جيب من فلان كذا ادفع رسم، ولكم انا مجدي، انا لاجئ، انا احصل على دينار اجي ادفع رسم، ودولتي نفطيه الله يكرم وقفت على الرسم اللي ادفعه انا. فعليه لازم ندور وياكم ذن السوالف، لانه قلت لكم قبل كان النفط عالي تايهه يكفينا إلنا وإلكم، إلكم اللحم وإلنا العظم، هسه حتى العظم قمتوا تلاحقين عليه. فعليه راح نستضيف اليوم لمناقشة هذا الموضوع الأستاذ الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، وهو أيضا دبلوماسي سابق محنك، على أن يرافقنا من بغداد عبر سكايب المحلل الاستراتيجي للبرنامج الأستاذ نبيل جبار العلي. خلوني أرحب بالبداية بالدكتور غازي. دكتور غازي مساك الله بالخير. يا مرحبا، حياك الله وحيا الله مشاهديك الكرام وبرنامجك، ونتمنى لك التوفيق باستمرار لطرح قضايا الشعب، قضايا الإنسان، مشكلات الاقتصاد، التنمية، المجتمع، الثقافة، العلوم، الإدارة، الدولة، لكي يكون هذا البرنامج صوت جدي حقيقي للشعب العراقي. أشكرك دكتور. كما أرحب بالأستاذ نبيل جبار العلي. أستاذ نبيل مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير أستاذ حيدر، تحية لك ولضيفك الكريم دكتور غازي فيصل ولمشاهديكم ومتابعيكم الكرام ومتابعي قناة كاميرا. أهلا وسهلا. البداية طبعا من الأستاذ الدكتور غازي فيصل. أستاذنا الفاضل، ما رأيك بهذه المقدمة الانفعالية أو المنفعلة كالعادة من مقدماتي؟ ابتداء احترامي لضيفك أستاذ نبيل لمشاركته هذا الحوار المهم والحيوي. ما تفضلت به عبر عن مشاعر للغضب تجاه المظاهر السلبية في الواقع
في مختلف مؤسسات الدولة وأيضا على صعيد وزارة الخارجية. هناك خلل بنيوي في هذه المؤسسات، لا يتم اختيار الكوادر على أساس الكفاءة، القدرة على الإنجاز، واللي هي المعايير اللي حددها ماكس فيبر في إدارة الدولة وغيرها من علماء الاجتماع والسياسة. المعايير مع الأسف هي معايير طائفية محاصصة، منافع حزبية إلى آخره. هذا شيء كارثي في الواقع اليوم تعيشه مؤسسات الدولة، لأنه سينعكس على ضعف الأداء، يعني عدم القدرة على الأداء الكامل، الأداء النموذجي في الوظائف. فهذا الخلل البنيوي الوظيفي بالنهاية سينعكس على المواطن، لأن المواطن في الأساس اللي هو يستهدف الحصول على مطالب أو حاجات عند مراجعته لمؤسسات الدولة المختلفة، سواء وزارة الخارجية، السفارات، القنصليات، البعثات الثقافية وغيرها من البعثات اللي موجودة، أو في الداخل على صعيد الوزارات والمؤسسات المختلفة خصوصا. ونتحدث دائما عن كارثة الرشا والفساد والمحسوبية وغيرها من التفاصيل. طبعا كل هذا في النهاية ابتداء أيضا يشكل انتهاك للدستور. الدستور لم يتناول مسألة المحاصصة، ولم يتناول مسألة الطائفية، ولم يتناول تقسيم دوائر ومؤسسات الدولة على أساس طائفي أو عرقي أو حزبي سياسي إلى آخره. هذا شيء مشوه في الواقع، وخلال 17 عام ينتج لنا اليوم عجز في إداء مؤسسات الدولة لوظائفها الحقيقية في خدمة المواطن. الخلط بين السياسة والوظيفة أنا أعتقد مسألة خطيرة للغاية. يعني اليوم لو نروح لوزارة الخارجية الفرنسية على سبيل المثال، نشوف رئيس الدائرة السياسية من الحزب الاشتراكي، لكنه لا يتحدث عن ولا يعمل من أجل الحزب الاشتراكي، وبنفس الوقت رئيس الجمهورية هو من الحزب الليبرالي واللي يوجه السياسة الخارجية الفرنسية، لكن الاشتراكي رئيس الدائرة السياسية أو رئيس دائرة المنظمات ينفذ يعني أهداف ومشاريع وتوجيهات رئاسة الجمهورية والرئيس الليبرالي. بمعنى آخر، أن الانتماء السياسي الشخصي للموظف في الدولة لا ينعكس على طبيعة عمله ولا طبيعة وظيفته، ولا من حقه أن يعلن أو يجاهر بانتماء السياسي أو انتماء الحزبي أو انتماء الطائفي أو انتماء الديني أو العرقي. الوظيفة وظيفة عامة لخدمة مختلف القوميات والأديان والاتجاهات السياسية. الوظيفة هي بحد ذاتها عمل بيروقراطي يستهدف تحقيق أهداف ضمن إطار المؤسسة المعنية. يعني الموظف في وزارة النفط يعمل باتجاه تحقيق أهداف تختلف عن الموظف في وزارة التعليم العالي أو في التجارة أو في الصحة أو في الخارجية أو في الدفاع. أيضا مسألة بناء الكادر، هذه مع الأسف اليوم نحس هناك مشكلات كبرى. يعني عندما الدولة تبني كادر أو الضابط في وزارة الدفاع أو في الدفاع أو في التنظيم العسكري في الجيش، نشوف هناك هيكلية، كل كليات العسكرية، كليات الأركان، كليات الحرب، كليات الدفاع، كل هذا يؤدي إلى بناء شخصية عسكرية علمية أكاديمية يمتلك خبرة ميدانية، وبالتالي بناء الشخصية في وزارة الدفاع تختلف عن بناء الشخصية في وزارة النفط. وزارة النفط تحتاج إلى معاهد النفط، مهندسين نفط، الجيولوجيين، الخبرات المعنية في عمل وطبيعة وظيفة الوزارة. إذن لكل وزارة لها يعني أهداف معينة، برامج معينة، سياسات معينة لبناء الكادر. وزارة الخارجية نفس الشيء. يعني لاحظ مثلا أيضا نرجع إلى فرنسا، في فرنسا قبل أن يذهب الإنسان للالتحاق بوزارة الخارجية يلتحق بمعهد الحضارات. هذا معهد الحضارات يدرس الحضارات الآسيوية، الأفريقية، في أمريكا اللاتينية، العالم، أوروبا، الثقافات، اللغة، المجتمعات، العادات، التقاليد، الجغرافيا، السياسة، الأنظمة، بحيث عندما يتخرج طالب من هذا المعهد في حقل معين أو اختصاص معين
يلتحق إلى وزارة الخارجية لإكمال أيضا دورات تطبيقية، برامج للعمل ضمن إطار تخصصه. ابن مثلا القارة الآسيوية يروح يعمل على سبيل المثال في دولة عربية، قبلها يروح يلتحق في معهد شملان في لبنان، هذا معهد تابع لوزارة الخارجية الفرنسية، يدرب الكادر في هذا المعهد على الخدمة في الشرق الأوسط، الخدمة في العراق، الخدمة في سوريا، في لبنان، الخدمة في شمال أفريقيا، وهكذا عبر هذه الخدمة يتكون موظف متخصص في فضاءات ومجالات سياسية وجغرافية معينة. مع الأسف هذا غير معمول به حاليا على الإطلاق في انتقاء وفي تدريب وفي تطوير القدرات الدبلوماسية. اليوم الالتحاق بوزارة الخارجية بناء على المحاصصة الطائفية وهذه كارثة، أو المحاصصة العرقية وحصة الأحزاب في هذه الوزارة، والمسألة هي رقم وليس كفاءة وقدرة على الإنجاز وتخصص وقدرة على العمل في وزارة الخارجية. مسألة اللغة، مسألة التخصص العلمي، القانون الدولي، العلوم السياسية، البروتوكول، الدبلوماسية، التاريخ الدبلوماسي، غيرها من التفاصيل المهمة اللي تشكل قاعدة أساسية للمعرفة العلمية لدى أي دبلوماسي أو أي موظف يلتحق في وزارة الخارجية. وحتى موظفي الخدمة الإدارية أيضا يحتاج أن يتعلم أو يتعرف على معلومات مهمة. مع الأسف يشوف الموظف يروح إلى دولة لا يعرف تاريخها، لا يعرف لغتها، لا يعرف مجتمعها، لا يعرف عاداتها، لا يعرف تقاليدها، لا يعرف الأديان اللي موجودة، وبالتالي يتحول إلى موظف مجرد موجود في مبنى اسمه سفارة، ويقول لك قدرته عاجز، يقول لك العراقيين مخربطين وهسه هاي الماشية عليها. نحن بدول العالم العراقيين هم لو إرهابي لو طائفي لو مخربط، ولأنه طبعا إذا احنا من يمثلوننا بهالشكل هذا طبعا الناس تاخذ فكرة انه احنا كلنا هيك مخربطين، ولا كأنه احنا احفاد حضارة تمتد الى 7000 سنة. هذا صحيح. نعم. لهالسبب أنا أعتقد يعني ما حصل خلال 17-18 عام كان كارثة، كان كارثة حقيقية على وزارة الخارجية وعلى الوزارات الأخرى في مجال التخصص. لأن أهم شيء في دولة المؤسسات أن لكل مؤسسة تخصصها، وكل ما التخصص يذهب باتجاه التعمق نقول هناك تمييز بين تخصصات مؤسسات والدولة ووزاراتها والعاملين بها. هذه الفوضى اللي نشوفها في وزارة الخارجية، يعني قبل أيام كان هناك تعيين أو مشروع لتعيين عشرات السفراء، يعني من شخصيات مختلفة أكثرها تم التريث به أعتقد. هذا نعم نعم نعم، هناك مشاكل كبرى. الطريقة خاطئة، الطريقة خاطئة يعني. وعلى هذا الأساس وزارة الخارجية تحتاج إلى عناية استثنائية. قبل دخول أي شخص للوزارة يفترض أن يكون تخصص العلمي قريب جدا أو جزء من عمل مؤسسة وزارة الخارجية. يعني لا يمكن أن يذهب شخص للعمل في بعثة العراق في الأمم المتحدة دون أن يكون لديه معرفة عميقة في ميثاق الأمم المتحدة، دور المنظمات الدولية، العلاقات الدولية وأهمية المنظمات الدولية في هذه العلاقات، طبيعة العراق ودور العراق ضمن إطار المنظمة الدولية، مسألة القانون الدولي لحقوق الإنسان، مسألة القانون الدولي للحرب اللي هو يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، كل المواثيق، الاتفاقيات، برامج هذه يجب أن يعرفها حتى يستطيع أن يعمل ويمثل العراق في الأمم المتحدة. لاحظنا ظهور شخصيات تعمل مع الأسف في البعثة أو تعمل مع الأسف في سفارات لا تمتلك المؤهلات العلمية، المؤهلات الأكاديمية، المؤهلات على صعيد التجربة الميدانية أيضا مهمة. جنابك أشرت إلى نقطة جدا مهمة، مسألة الكلف والإنفاق اللي يصير على البعثات وغيرها. أذكر أيضا أرجع إلى نموذج الخارجية الفرنسية، هناك مفتش عام
في الخارجية الفرنسية، وظيفته يزور ويتابع عبر دائرته سنويا كل السفارات الفرنسية بالعالم، يقارن، وهذه النقطة المهمة، بين كلفة هذه البعثة على أساس الموظفين، الأبنية، الإنفاق، الهدايا، الاحتفالات، النشاط، كل هذه الكلفة وطبيعة العائد. يعني أكو إنبوت وأكو أوتبوت. إذا يكون العائد لهذه الكلفة العالية على وزارة الخارجية لا يتناسب مع حجم الإنفاق، فيعاد النظر بصورة شاملة، عدد الموظفين، مجالات الصرف، الميزانية إلى آخره، فأما يروح للتوسع أو للتقليص. مع الأسف هذه النماذج من الإدارة، القيادة لمؤسسات الدولة عندنا خصوصا الخارجية ما نلاحظ وجود مثل هكذا إجراءات مهمة. طيب طيب، خليني أنتقل إلى الأستاذ نبيل. أستاذ نبيل، الموظف الواحد في السفارة العراقية يكلف في أي دولة؟ يكلف الدولة نحو 15,000 دولار شهريا، هو وعائلته ومدارس أطفاله وتذاكر سفره وعودته للعراق اللي عادة ما تكون في السنة أكثر من مرة. شنو رأيك وإحنا بهذا الظرف الصعب بهذا الكلام؟ طبعا بداية نعيد عليكم التحايا والسلام، وضيفكم كريم دكتور غازي فيصل. نبدأ من أينما انتهى دكتور غازي، وحديث من الرطب بما تفضلت به أستاذ حيدر خصوص التكاليف. فأستاذ الدكتور غازي طرح قضية أنه العائد، أي أنها جدوى الاقتصادية من مؤسسات البعثات الدبلوماسية العراقية، هذا هو الموضوع المهم في مقارنة مع لا نناقش النفقات الخاصة بوزارة الخارجية على سبيل المثال. فاليوم إحنا حجم التمثيل الدبلوماسي في كل دولة هو ممكن يقاس عبر العائد من هذا الحجم. يعني كمية حجم التمثيل لازم يتناسب ويتناسب ويا مقدار كمية الخدمات المقدمة. يعني في دولة تحتاج تقدم العديد من الخدمات مثل ما موضحة مهام البعثات القنصلية والدبلوماسية حسب قانون الخدمة الخارجية رقم 122، اللي هو ينحصر تقريبا مهامهم في إصدار الجوازات وإصدار سمات الدخول للأجانب. كذلك كمهام كاتب العدل يكون، يعني القنصلية والسفارة تكون إلى مهام كاتب العدل والتمثيل القانوني للمواطنين واهتمام بمصالح القاصرين، إضافة إلى النيابة القضائية عن القضاء العراقي في بلدان أخرى، يعني مثل ما تقول أخذ الإفادات والشهود. كذلك مهام أخرى ممكن تحددها أو تكلف بها هذه البعثة الدبلوماسية. إذن هذه المهام إيش قد إحنا مثلاً نحسب الجدوى مالتها، مثلاً مهام في دولة عربية أو في دولة بعيدة ما بيحتوي جالية عراقية، إيش قد مجموع المهام اللي تنفذها هذه البعثة الدبلوماسية من إصدار جوازات، من مثلاً القضايا الجنسية وشهادة الوفاة وهذه، وهي من الممكن أتمتة وتحويل جزء من هذه الخدمات اليوم في إحنا في عصر التكنولوجيا، تحويل إصدار الجوازات وتحويل إصدار سمات الدخول. يعني اليوم احنا مواقع هي موقع واحد، ويب سايت واحد، ويشمل إصدار لسمات الدخول لكل العالم. ممكن يكون مقابلة صغيرة بعد تحديد موعد هو اللي يصير عبر الويب سايت من إدارة يمكن داخل العراق، مقابلة تحدث صغيرة مع القنصل الفلاني للدولة الفلانية، مقابلة صغيرة يطلب بها النوت مالته أو الريكومنديشن أو أي اعتراضات أو قبول وينتهي الموضوع. يعني كثير من الخدمات القنصلية اليوم تحولت إلى قضية الأتمتة. إذا هذا التحول إلى قضية الأتمتة هي لتقليص التكاليف، لتقليل حجم البعثات الدبلوماسية اللي هي دائما إحنا نواجهها. فضلت استجنابك إنه البعثات الدبلوماسية إنه هي تكلف الدبلوماسي العراقي المبتعث من داخل العراق إلى البعثة الدبلوماسية تكلف 15,000، ما يعادل 15,000، ممكن تكلف أكثر في بعض الدول. يعني اليوم إحنا المبتعث العراقي عدا راتبه ومخصصاته، هناك مخصصات السكن ومخصصات المعيشه اللي تتناسب مع تكاليف الدوله المبتعث اليها. فهذه المخصصات ممكن تتغير يعني من دوله الى اخرى. بعض الدول هي مرتفعه التكاليف، يعني تكاليف المعيشيه مرتفعه، تكاليف الضريبيه مرتفعه، فتشهد ارتفاع بالتكاليف بشكل عام. نضيف انه غير تكاليف السكن وتكاليف المعيشه له هو لعائلته تكاليف 70% من تكاليف الدور الدراسيه لابناء المبتعث، 70% من التكاليف. فهذه التكاليف طبعا كلها هي راح تزيد من كاهل
بنكاهل مواجهة الوزارة، وبالتالي بنكاهل المواجهة العامة للدولة. فأنت اليوم لحل بسيط أنه تستخدم موظفين من البلد المستضيف عبر أن يكونوا من أصول عراقية ومن جنسيات عراقية أو حتى من أصول زين. خليني مثل ما يحدث، خليني إذا هيك أنتقل وياك للسؤال اللاحق، لأنه أنت دخلت بالموضوع هذا. يعني ما رأيك بفرضية تخفيض الملاك الوظيفي العراقي في السفارة الواحدة أو البعثة إلى 3 أو 4 أشخاص للمواقع السيادية، والبقية نستعين بموظفين محليين بأسعار السوق في البلدان، ويجب أن لا يتجاوز الراتب مالته $1,500 شهريا كراتب حتى نتخلص من يعني هذا بشنو؟ يعني هذا جايبينه ترى مو خريج علم الذرة، هذا جايبينه لأن حزب وراء حزب مرشحة. يا أخي شنو الحكي هذا؟ جيبوا واحد من أهل البلد ياخذ $1,500، أو ابن البلد ترى العقد المحلي ترى لا بي سكن ولا بي مصاريف أطفال ولا بي تذاكر سوى. شنو أردفتهم؟ شنو أنا أردفتهم؟ هذا ليش يكلفنا $15,000؟ أنا أقول لكم ليش؟ لأن وراء حزب، حتى يسكتون الحزب ماله. فأنت ما رأيك بهذه الفرضية؟ مو طلعتونا من طورنا؟ كمل. هو بكل تأكيد أستاذ حيدر أنه العودة إلى جدوى الاقتصادية، جدوى الوظيفية وجدوى المهمة الدبلوماسية، يعني ما نذكرها بالجدوى الاقتصادية بس هي شبيهة بالموضوع. جدوى المهمة الدبلوماسية، اليوم أنا أروح البلد ممكن أنا ما عندي بعثات دبلوماسية مناظرة إلى في بلدي، يعني أنا ما أحتاج أسوي تمثيل دبلوماسي، هذا المعروف بالنسبة لخبراء العلاقات الدولية وإعداد السياسات العامة أو السياسات الدولية بين الدول. فأنا إذا الدولة اللي ما عندي لها تمثيل دبلوماسي داخل العراق، أنا ليش أغطيها تمثيل دبلوماسي؟ هناك أنه تمثيل لسفراء أو لسفراء غير مقيمين، يعني أكثر من دولة تتقارب من الناحية الجغرافية والثقافية، ممكن يكون سفير واحد لأكثر من دولة للتمثيل، يعني سفير غير مقيم في عدد من الدول متقاربة ومقيم في أحدها. هذه قضية أخرى. ممكن يكون إذا شفنا أنه حجم التمثيل الدبلوماسي يتطلب مزيد من يعني مزيد من البعثة، يعني حتى توسعة حجم البعثة الدبلوماسية، ممكن إحنا تصير مناقشة لكيفية توسيع هذه البعثة. يعني شو اللي نحتاج إحنا؟ هل يحتاج أنه البعثة الدبلوماسية متكونة من تمثيل بروتوكولي فقط، أو من تمثيل تجاري وبروتوكولي، أو من تمثيل آخر ممكن يكون تمثيل كم بملحق عسكري او ملحق ثقافي وهكذا. فحجم حجم البعثه الدبلوماسيه لكل دوله، يعني هو مبني على يجب ان يكون مبني على اسس علميه ومنطقيه، يعني حجم التمثيل مبني على مدى ضروره الحاجه لهذا التمثيل، وكذلك وبعدين ممكن تنعكس على بقيه الموظفين الاداريين واللوجستيين وغيرهم من الموظفين اللي ممكن اسناد عمليه البعثه واسناد عمل البعثة الدبلوماسية في البلد المستضيف. كذلك مثل ما تفضلت فيه انه استخدام موظفين من البلدان المستضيفة او موظفين عراقيين مقيمين في تلك البلدان المستضيفة، هذا وارد جدا. بس السبب مثل ما ذكرت، يعني السبب صحيح انه استخدام الوظيفة الحكومية بالمحافظة الحزبية بالعراق، وهذا يشكل إيه يعني هم يردون يرضون عمي. يا حيدر، يا بطيخ، يا تقليل، يا كلفة، عمي يريد يرضون هذا وذاك. هسه احنا هنود لو يضحكون علينا. الدكتور غازي تطرق الى قضية مهمة، انه هي شخصية الدبلوماسي العام في وزارة الخارجية وفي مؤسسات وزارة الخارجية. هذه الشخصية اللي لازم يعني تحصل على مجموعه من الخبرات التراكميه عبر مهارات او عبر كورسات تدريبيه او غيرها من القضايا، الخبره اللي يتناولها في مراتب متعدده من الوظيفه. هذا هو ممكن توفر له مع شهاده الاكاديميه الاوليه اللي عاده ما تكون خريج حقوق او خريج علوم سياسيه او خريج كليات اللغات، هذا اللي تدعمه لتكوين شخصية ممكن أن نوصفها بالتكنوقراط المهيئة لعمل بالبعثات الدبلوماسية العراق، على الأقل هي تنقل الصورة الصحيحة، وعلى الأقل هي ممكن تنفذ المهام الموكلة إليها، المهام الدبلوماسية الموكلة إليها بنجاح.
فهذه القضايا الغائبه احنا اليوم اللي هي ممكن هي مشوهه الاداره بشكل كامل بشكل عام، يعني الاداره بالعراق مشوهه بسبب هذه الاساليب اللي دائما تحاول الاحزاب السياسيه الخروج عن القواعد والاطر الصحيحه لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب. هي اللي وصلتنا الى هذه جيد، وصلتني الى هذه المواطن. ممتاز ممتاز. طيب خليني ارجع الى الدكتور غازي فيصل واساله سؤال مؤلم. دكتور غازي، اثبتت جائحه كورونا والازمات اللي سبقتها ان السفارات العراقيه والبعثات الدبلوماسيه لا دور لها للاسف لدعم مواطنها، وان كان هنالك دور في حالات نادره فوقفات بسيطه لا ترتقي لحجم المشاكل. يعني الان اي عراقي يواجه مشكله قانونيه مثلا، هل تتصور هسه احنا شايفيها بالافلام، الجواز الامريكي سر انت سيد العالم، الجواز البريطاني انت اعرف مني، نحرك الاساطيل ما اعرف ايش، احنا جوازنا بلكي ارحم والديكم نتوسل بكم، قدموا للحامل هذا الجواز المساعده، والجواز شفناه بعض الدول اللي ما بدي اذكرها، يأنف لساني حتى عن ذكرها، طلعت الفيديوهات يشمرون الجواز هيك، اخت ام مشمر، معروفه الدوله هاي، لا حد يقول لي يا دوله، معروفه الكل يعرفها، يشمروها هيك الجوازات شمر، وهاي بيها شعارنا السلام الجمهوري اللي يسوى راس هاي الدوله، يسوى راسها هذا النسر، يسوى راسها وراس حضارتها وراس ابو ابوها هاي الدوله. هذا النسر، هذا العراقي اللي حضارته 7000 سنة يشمرونه هيك جواز. هسه ما عندهم يعني وقفات استاذ، ما عندهم وقفات، يعني شنو الموضوع؟ يعني انت شفناها بالافلام، يطوب الفرنسي دولة عربية صيح جيبوا لي القنصل مالي، الامريكي يقول جيبوا لي القنصل مالي، العراقي يمر بمشاكل قانونية ويضايق، وهذا وسفارته ساكتة ضام راسها. شنو الفيلم؟ المن انتم قاعدين تمثلون لعاد؟ اذا انا المواطن العراقي اللي خارج البلد اتعرض للابتزاز وللهذا وما حد يدافع عني، من يدافع عني لعاد؟ تفضل. يعني مع الاسف ما تفضلت به واقع مؤلم موجود. هذا الواقع مستمر، هناك فجوه، مثل ما موجودة الفجوة بين مؤسسات الدولة بالعراق، الحكومة، البرلمان، وبين الشعب. اليوم هناك فجوة عميقة بين الشعب العراقي، مطالبه، مشكلاته، البطالة، الجوع، الفقر، وبين الدور المحدود، إذا ما نقول الدور الضعيف جدا لمؤسسات الدولة في الالتفات لمعالجة مشكلات وقضايا الشعب الاجتماعية الاقتصادية الإنسانية الأخلاقية الوظيفية السكن العمل الإنتاج وغيرها من التفاصيل، التعليم المدارس، نشوف وضعها كارثي. إذن هذه الصورة اللي موجودة في داخل العراق بمختلف المحافظات من الجنوب وحتى شمال البلد هي تنعكس أيضا على البعثات الدبلوماسية، يعني هي اللي تعكس عقلية وطريقة تفكير المسؤولين ومؤسسات الدولة المختلفة والأحزاب. أنت لاحظ، هل شفت قيادي في كل من هذه الأحزاب الموجودة اليوم في السلطة من 2003 لليوم يتحدث عن مشكلات الشعب، يتحدث عن الفقر وكيفية معالجة الفقر، يحتج على مشكلات الأمراض وانعدام توفير العلاج والبنية التحتية لوزارة الصحة؟ احد استاذ غازي، احد نعم. اسباب خروجي انا عن يعني انا رجال، انت تعرفني ترى جيدا والكثير يعرفوني، نعم. انا رجال خلف الكواليس ترى، احد اسباب هذا البرنامج هو لانه مليت الفضائيات من الصبح لليل، هذا فلان وهذا فلان ويتناقرون، العمليه السياسيه ايش قالت والحصص ايش قالت والتمثيل ايش قال، ما حد حكى، ما حد فتح طارش. هذه كارثه. شوف، هذه كارثة. يعني اليوم إذا أنت تأخذ الانتخابات الأمريكية والدولة الأمريكية
أو الفرنسية أو بريطانيا أو ألمانيا أو روسيا أو أي دولة بالعالم، دائما قيادات الأحزاب السياسيين يتحدث عن مشكلات الشعب، هناك برامج لكيفية معالجة هذه المشكلات، هذه التحديات، استراتيجية للاقتصاد والتنمية حتى نواجه مشكلات البلد. مع الأسف لا توجد، وكما أشرنا أكثر من مرة، لا ثقافة سياسية، لا ثقافة ومعرفة علمية اقتصادية، لا ثقافة ومعرفة علمية اجتماعية، لا يوجد كونسبت أو منظور للمجتمع اللي نريد نوصله، أو الاقتصاد أو الحياة السياسية. أستاذ غازي، نعم، تدري واحد شي يقول لي البارحة والله العظيم، أحد السياسيين، نعم، يقول لي انت شنو برنامجك هذا؟ شنو هذا برنامجك؟ قلت له شنو؟ شاف حلقه وحلقتين ثلاثه، شنو انت مو اعلامي؟ قلت له عاد شنو اني؟ قال لي الاعلامي ما الاعلام ما يريد يجيب حلول حتى تظل اثاره وتظل القضايا مفتوحه ويستمر الشغل، شو انت تريد تقفل برنامجك؟ قال لي تطلع لك 6 اشهر 7 اشهر وتعزل البرنامج، لو شناوي انت؟ قلت له ما يخالف هسه اعزل البرنامج افتح غيره، المهم ان نصل الى نتيجه. يعني طبعًا مستغربين طبعًا من هذا الطرح الاعلامي الجديد، إيه، اللي هو شنو برنامج يناقش قضايا قضايا الشعب ويطلع بحلول، إيه، شنو الفيلم؟ فهمني انت. لان في الاساس هم ما عندهم برامج. يعني قل لي فد يوم شفت حزب الدعوه قدم برنامج اقتصادي سياسي اجتماعي علمي؟ بس احنا بدون اسماء تربوي. حتى لا يطلع لنا واحد يقول هذا. اي حزب من الاحزاب، أي في الحملات الانتخابيه، في غيره، في بعض الاحيان تظهر مؤشرات محدوده جدا، لكن عمليا لا تلعب هذه الاحزاب، لا تلعب قيادات هذه الاحزاب بالمجمل دور في معالجة مشكلات وقضايا الشعب، الطبقات، الفئات، الإنسان، الطالب، العامل، الفلاح، الصناعة، الزراعة. زين، دعنا من الصبغة السياسية أستاذنا الفاضل، خلينا نطب. أنت سياسي دبلوماسي في 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 يعني عندك، إحنا نقول فيشتين رأسين للفيشة الكهربائية. خلينا نركز على الشيء الدبلوماسي. يعني أنا هسه كعراقي قاعد بالجزائر مثلا، نعم، مثلا صارت لي مشكلة ويا جزائري والجزائري حبسني، هنا من المفروض يدافع عني؟ قنصل؟ ماكو، وين القنصل؟ شو اطب للسجن؟ لا لا، وانهان ويرحلوني جزء القنصل؟ لا ماكو، لا، هذه مسؤولية القنصل ومسؤولية الدولة المضيفة. يفترض عندما يتم عمي عندنا مواطنين انعدموا بالسيف في دولة من الدول، ما هذه كارثة، لا بحد ذكرهم والله، لأن هم رعيان وعبروا الحدود المشتركة واعتقلوهم. نعم، هذا خلل إذن في طبيعة وظيفة القنصلية، وظيفة السفارة، دورها في حماية ورعاية المواطنين. قد يكون لا سمح الله عراقي ارتكب جريمة أو تعرض إلى حادث أو غيرها أو ركبوا لتهم ما هو غريب بالنهاية، أيا كان، فعندما يتم إلقاء القبض عليه يفترض من وزارة الداخلية بتلك الدولة تتصل مباشرة بالقنصلية، والقنصل عليه أن يحضر المحاكمات، أن يكلف محامي من أجل الدفاع عن هذا المتهم، أن يتابع قضيته. هو لا يتدخل كقاضي، لكن يتدخل كقنصلية، مسؤوليتها رعاية حقوق المواطنين العراقيين والاطلاع على تفاصيل ومتابعة وإجراءات القضاء. يعني قد يكون لا سمح الله هو مجرم أو هو بريء لكن متهم، وبالتالي نذهب باتجاه إثبات براءته. وأكو تفاصيل، يعني مش مثلا موضوع دفع إيجار شقة، أو عنده مشكلة بالعمل، أو عنده مشكلة بموضوع سيارة، بيع، شراء، كل هذه المشاكل إذا حالت للقضاء على القنصلية. أما القنصل يحضر أو من ينوب عن القنصل والقضاء. طبعا القضاء إذا بالضبط كان هذا عراقي، والقضاء ابن بلد، طبعا القضاء اوتوماتيكيا ينحاز لابن البلد. هذا ينحاز لابن الخايبة. نعم، هذا افتراض، بس على القنصلية هنا ان تثبت اذا كان العراقي بريء، طبعا عبر ايضا مقابلات بين القنصل والعراقي المتهم، ايضا المحامي، تفاصيل القضية، وبالتالي عليه ان يذهب باتجاه الدفاع عن هذا المواطن العراقي حتى اثبات براءته او حمايته. هاي انت تحكي وكانك المواطن العراقي صار امريكي، هاي انت تحكي استاذنا الفاضل بالاحلام يا لا، مو هذا واجب،
احنا نتحدث عن واجب، احنا نتحدث عن معايير للاجراءات للدوري اللي المفروض يلعب القنصل. والله حسيتك تحكي على المواطن الامريكي. اما اذا القنصل او السفاره البعثه غير مهتمه غير معنيه بكل شؤون المواطنين فهذه كارثه، يعني كارثه كبرى على الدوله وعلى سمعه العراق وعلى سمعه العراقيين، وايضا عدم احترام الدول المضيفة. راح اجيب لك حادثه حكاها الجاليه العراقيه. نعم راح اجيب لك حادثه حكاها. انا ما اريد اعطي مجال للبعض ان يجي يتصيد لي بالكلمات ويدور لي اشكالات قانونيه، فلذلك جدا حذر وياهم. انا ترى هم استاديه بهاي السوالف، ما نرفع دعوه وما نرفع دعوه، ترى واعي لكم زين. وراح اقول هسه لكل من ورا الذكرى في الحلقة من جهات مسؤولة لكم حق الرد، بهذا صار عندي حصانة، باكر أي واحد يرفع دعوة أقول انطيت حق الرد. أحد اللاعبين الكبار في كرة القدم في العراق يقول احنا احترفنا بدولة، دولة مجاورة. يقول صارت عركة عنصريين، صارت عركة بيننا وبين اللاعبين، يقول صارت ويليام المخانيث، فنحكيها بالعامية، برنامج جماهيري هذا. يقول احنا ثلاثة عراقيين لاعبين، طبعا هجموا علينا ويليام المخانيث 20 واحد، شو تريدنا نسكت؟ ضربنا وياهم. يقول خابرت القنصل، يابا احنا عراقيين يقول لي حلوها بيناتكم، حلوها احنا ما علينا، حلوها بيناتكم. ما ردك على هذا قصور كبير، لا هذا قصور كبير، يعني دائما سواء انت في بلد مضيف او في بلدك هناك قوانين وهناك أنظمة وهناك قضاء وهناك عدالة، إذا هناك اختلال بهذه العدالة أو اختلال بعدم تطبيق هذه القوانين هذا موضوع آخر، لكن في النهاية طالما هناك مشكلة إذا هناك معالجة يفترض أن تكون لهذه المشكلة، وأن السفارة تلعب دور مهم في متابعة ورعاية المواطنين العراقيين، الجالية العراقية. أيضا نتذكر يعني الجالية العراقية في دول العالم هناك بهم تجار، أصحاب مشاريع، شركات، عندهم احتكاك بالمجتمعات، عقود، مشاكل مختلفة. السفارة أيضا تلعب دور في توثيق، في دعم ومساندة رجال الأعمال، الشركات وغيرها من التفاصيل، إضافة للطلاب الموجودين المبعوثين لدى تلك الدول. فهناك مشكلات كثيرة تتطلب المتابعة الدقيقة لمعالجة وإيجاد حلول للمبعوثين العراقيين أو للجالية العراقية. ممتاز. على اختلاف فئاتها ووظائفها ونشاطاتها الاقتصادية الاجتماعية وغيرها. يعني زين راح أسألك سؤال كسفير سابق حضرتك. نعم. هيكلية السفارة شو كثر نحتاج موظفين؟ شو كثر نقدر نستغني عن موظفين حتى نجيب محليين من البلد عراقيين بس مقيمين أو لاجئين أو كذا، من تطي $1,500 يبوسك من رأسك، لأن يعني هذا ما عنده لا تذاكر سفر وهذا بس يرد يعيش. إيش كثر نحتاج إحنا كهيكلية؟ تقدر تفصل لي؟ يعني تناول جانب من هذا الموضوع أستاذ نبيل، وأيضا أحب أؤكد أن البعثة السفارة هي بعثة الخارجية السفير والدبلوماسيين الوياه، هم الشخص الثاني والثالث والطاقم السكرتير الثاني والأول. لكن في نفس الوقت هناك القنصلية العسكرية ترتبط بوزارة الدفاع، قنصلية التجارية، وزارة التجارة، القنصلية الثقافية، التعليم العالي، القنصلية الصحفية ترتبط بالإعلام، وهكذا. إذن البعثة بحد ذاتها هي الخارجية زائدا الوزارات المختلفة للدولة. إذن عدد الموظفين يرتبط بالمقابلة بالمثل، يعني لما السفارة الفرنسية عندها 20 أو 30 موظف باختلاف الاختصاصات والدوائر عندها، العراق من حقه يفتح أيضا 20 أو 30 موظف دبلوماسي باختصاصات متقابلة. عندما تكون هناك قنصلية عسكرية أو ملحقية عسكرية هناك بالعراق للفرنسي ممكن أيضا العسكرية ممكن العسكرية شوية حساسة نجيب لا حتى التجارية التجارية حتى في بعض الأحيان كانت هناك ملحقيات صحية لمتابعة شؤون العراقيين المرضى، المعالجة، العمليات إلى آخره. التعليم العالي تابع أمور الطلاب،
وغيرها. إذا لكل وزارة لها دور داخل البعثة الدبلوماسية. العدد يتناسب ويا طبيعة مثل ما قلت المقابلة بالمثل، لكن مو بالضرورة. يعني مثلا الأمريكان كان عندهم أكثر من 2000 دبلوماسي، لكن البعثة العراقية بواشنطن الأمريكان عندهم غير شغلات. نعم. جابوا هذا العدد. نعم. نعم. جيد. أني أستاذ غازي فيصل، يعني أدركني الوقت، شاكر حضورك وشكرا جزيلا لك. يا مرحبا. أي خليني أرجع إلى أستاذ نبيل بدقيقة واحدة. أستاذ نبيل، أكو عملية إسراف في منح جواز السفر الدبلوماسي، بدقيقة واحدة ما رأيك؟ إسراف العفو أستاذ، إسراف في منح جواز السفر الدبلوماسي في العراق. أها إسراف. طبعا بكل تأكيد، طبعا هو القانون مقيد منح إجراءات منح جوازات السفر. بس تدري انت اكو هم حدود او صلاحيات لبعض كبار المسؤولين في منح جوازات السفر، يعني حسب ما يرتؤوه. فهذا ممكن ولدت انه منح اصدار، تدري عقب المسؤولين تعاقبون في الدورات البرلمانيه، رئاسه الجمهوريه، رئيس الجمهوريه. اما عوائلهم مش تحكي انت، اكو ناس لحد الان طلعوا من السلطه ولا زال جوازه ساري هو وعائلته. عدل الفئات المشموله، يعني اكو احتمال، يعني ظاهره انه منح جوازات ممكن تكون بصوره كبيره وغير عادله وغير ضروريه وغير مبرره. بس اريد اضيف شغله واحده، انه أي. انه ممكن نضيفها يعني في نقاط توصيات هي لهذا البرنامج. هو تحويل الكثير من الانظمه الى الاتمته، يعني خاصه بمراجعه عمل السفارات، يعني خاصه بمنح الجوازات، جوازات جديده، شهادات الوفاة، شهادات الحياة، ذن دائما هي الأعمال السفارة، سمات الدخول، ذن إذا حولناها إلى الأتمتة وإلى عملية الرقمنة، ذن ممكن راح تختصر الكثير، وممكن جيد. راح تساهم في تخليص البعثات الدبلوماسية، ممكن يكون النظام جيد جيد جيد. نعم. كم يعني إضافة المواطنين العراقيين يحتاجون التعامل مع هاي معاملات، عندهم مكيفين للتعامل مع الأتمتة، يعني هم عايشين بدول بكل تأكيد ما أكثر تقدم من العراق ويستخدمون. نعم. أستاذ نبيل جبار العلي، أنا جدا آسف، يعني هالحلقة ظلمتك، بس أنت ضيف دائم، يعني من أهل البيت، مو ضيف عادي. أنت المحلل الاستراتيجي للبرنامج، فأكو حلقات وحدك تكون ضيف، تصول وتجول. اليوم شوية غدرناك بالوقت فسامحنا. لا على راسك. اي على راسك. شكرا لوجودك ويانا. شكرا جزيلا. محمد جلال النداوي مخرجنا، اطلع لي وفاصل حتى ناخذ الورقه مع التوصيات. ورجعت لكم مع ورقه التوصيات، وفيها دعوه الى السيدات والساده المعنيين ادناه، رئيس الجمهوريه، رئيس الوزراء، وزير الخارجيه، وزير الماليه، هيئة رئاسة مجلس النواب، لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، قادة الأحزاب السياسية. نضع أمام حضراتكم جملة توصيات تهدف إلى معالجة الترهل الدبلوماسي الكبير وتحسين واقع العمل الخارجي بما يخدم العراق والعراقيين في خارج البلاد. راجين منكم دراستها والعمل على تنفيذها بأسرع وقت ممكن تحقيقا للصالح العام. توصيات: أولا، إغلاق البعثات الدبلوماسية والسفارات في الدول التي لا يرتبط العراق بمصالح معها أو لا توجد جالية عراقية كبيرة على أراضيها، وتحويل أموالها للميزانية العامة. ثانيا، تقليص عدد أفراد العاملين بالبعثات والسفارات وبالشكل الذي لا يتجاوز 4 إلى 5 أفراد، والاستعاضة عنهم بموظفين محليين وبرواتب أقل، وتحويل الفائض من الأموال للميزانية العامة. ثالثا، اعتماد مبادئ الكفاءة والنزاهة والمقدرة الدبلوماسية في تعيينات السفارات والبعثات، بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية والانتماءات الحزبية. رابعا،
تخصيص جزء من الأموال الفائضة المحولة إلى الميزانية العامة وبرقابة من قبل مجلس النواب لمساعدة العراقيين ماليا وتوفير المساعدات القانونية والأمنية وغيرها لهم ومعالجة أي إشكاليات يواجهها العراقي في الغربة. خامسا وأخيرا، التوقف عن إصدار جوازات السفر الدبلوماسية وإلغاء ما تم إصداره منها لجهات لا يتطلب عملها الحصول على هذا النوع من جوازات السفر. ولكم فائق الشكر والتقدير أسرة برنامج توصيات. مشاهدينا الكرام، حق الرد مكفول لأي جهة ورد اسمها بالبرنامج على لساني أو على لسان ضيوفي أو أي جهة تحس أنها معنية بالكلام، حق الرد مكفول، حق الرد مكفول، بابنا مفتوح، أي واحد يريد يطلع يرد أهلا وسهلا بي بالبرنامج، والما يرد يريد يرد هم أهلا وسهلا بي. وتحياتنا لكم، وشكرا جزيلا لمن رافقني في هذه الحلقة من ضيوف وكادر عمل متميز وعلى رأسهم المخرج محمد جلال نداوي، وهذه تحياتي أنا حيدر حسين. إن شاء الله ألتقيكم في حلقة قادمة من توصيات. في مال الله.